ما يلفت الانتباه في العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في مصر أنها بدأت تأخذ البعد الأخلاقي أو بعد العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة، وهو أمر لا يقبله أصلا مجتمع الصعيد المحافظ بين أبناء الدين الواحد، فما بالك إذا وقع بين أبناء الديانتين الذين يعانون من توتر في العلاقة بين الحين والآخر. فأعمال العنف الأخيرة ارتبطت بحادثتي اعتداء جنسي منفصلتين من قبل مسيحيين على مسلمتين، أو على الأقل وجود علاقة جنسية بين مسيحي ومسلمة تبعها تشهير بسمعة الفتاة أو المرأة. حادث إطلاق النار على المسيحيين في نجع حمادي لم يقم به متشدد مسلم، بل نفذه شخص معتاد الإجرام على حسب قول الأنبا كرولوس راعي كنيسة مريم العذراء في المدينة، والذي رجح أن الهجوم قد تم بدافع الانتقام لما تعرضت له الفتاة المسلمة التي يعتقد أنه اعتدي عليها. نفذ الحادث ده إنسان أساسا مجرم ومسجل مجرم، وسبق له الاعتقال أكثر من مرة بمعرفة الشرطة ومعروف بحركاته الإجرامية وفرض الأتوات على الناس والمسلمين بالأخص. الدفع ولا إجرامي ديني. ويرى البعض أن مصر بصفة عامة تعيش حالة من الاحتقان الطائفي منذ فترة، يرجع البعض بدايتها إلى أعمال العنف الطائفية التي اندلعت في قرية الكشح بالصعيد عام 99 وراح ضحيتها 20 شخصا. مهما كان بشاعة هذه الحادثة، ولكنها تؤكد كما قلنا دائما أن هناك مناخا طائفيا متوترا، وهناك توترا دينيا متصاعدا، وللأسف الشديد لا أحد يحتويه. وأتصور وأعتقد أن هذا الحادث يمكن أن يكون امتدادا لتلك الحادثة التي اعتدى فيها أحد المسيحيين على أحد المسلمات، والتي عقبها ما يسمى بالعقاب الجماعي ضد مسيحيين مدينة فرشوط بحرق محلهم إلى آخره. وعادة تلجأ السلطات المصرية إلى الحل الأمني في التعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث، حيث ينجح الأمن في إخماد العنف الطائفي، لكن دائما ما يتهم الأقباط الحكومة المصرية بعدم القدرة على نزع مسببات التوتر بين المسلمين والمسيحيين. ياسر البرديسي، بي بي سي.